بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم خليل الحراني في متابعة شرح مادة الفلويد، ووصولا إلى شابتر 6، وعنوان هذا الشابتر المومنتم إكويجن. بالبداية طبعا قسمت شرح هذا الشابتر إلى 3 أقسام. القسم الأول والثاني هو اللي يختص في شرح هذا الشابتر حسب الدوسية، وأضفت الفيديو الثالث لحلول إضافية لأسئلة البروبلمز حتى يكون فكرة كاملة حول الموضوع بإذن الله. قبل ما نبدأ بهذا الشابتر، في موضوع مهم جدا لازم إنه كل شخص يكون يعرفه. هذا الشابتر له ارتباط مع الشابتر 4 وشابتر 5، يعني ممكن السؤال اللي بيجي بكون فيه 3 أفكار مع بعض: برنولي إكويجن، كونتينيوتي إكويجن، والمومنتم إكويجن. الموضوع جدا سهل، ونسترجع مع بعض البرنولي إكويجن. نتذكر القانون البرنولي إكويجن B1 على جاما زائد V1 تربيع على 2G زائد Z1 يساوي B2 على جاما زائد V2 تربيع على 2G زائد Z2. يعني احنا بنطبق البرنول ايكويجن بين نقطتين زي ما اخذنا في شابتر 4. وحسب الكونتينيوتي ايكويجن اللي مرت معنا في شابتر 5، اللي هي التدفق كيو ان تساوي كيو اوت. كيو ان اللي هي الفي الفيلوسيتي في الاريا تساوي الفيلوسيتي في الاريا للسكشن الاول للسكشن الثاني او لسكشن الخروج. هذول القانونين جدا مهم يكون يعني نعرف كيف نستخدمهم. وكذلك موضوع الرو والسبيسيفيك جرافيتي والسبيسيفيك ويت، كل هاي الامور لازم كمان نعرف كيف نحول بينهم، والعلاقات اللي بينهم اللي اخذناها في شابتر 2. الموضوع الثاني انه ان شاء الله انها المادة من شابتر 6 بتصير أسهل بشكل كبير من أول شباتر أخذناهم، ولذلك إن شاء الله بالامتحانات الفاينل بتكون الأسئلة أسهل والمواضيع حتى كمان أسهل. ونبدأ في شرح هذا الشابتر. بالبداية لابد انه نعرف تعريف الكنترول فوليوم. هو بصراحة مش موجود بالملخص تعريفه: volumetric region in a space contains a certain amount of substance surrounded by surface called control surface. يعني هو عبارة عن منطقة volumetric يعني حجمية بتكون موجودة بالفراغ تحتوي على certain amount يعني كمية معينة من المواد، بتكون محاطة surrounded by surface surface سطح بنسميه control surface. هذا السيرفس، وهذا السيرفس ممكن maybe stationary or movable، يعني ممكن يكون ثابت وممكن يكون متحرك. الآن المعادلة اللي احنا راح نشتغل عليها بالمومنتم equation اللي هي مجموع ال F بشكل عام يساوي partial على partial T في تكامل كنترول فوليوم رو في دي في زائد ام اوت في اوت ناقص مجموع طبعا ام ان في ان. طبعا احنا المعادلة هاي بنطبقها على محور اكس وعلى محور واي وعلى محور زد اذا كان في محور زد. هاي محور اكس، وبالتالي راح يكون عندي الفيلوسيتي اوت كله على محور اكس والفيلوسيتي ان على محور اكس. الملاحظة الثانية بخلال هاي المعادلة اللي هي دي البارشل على بارشل تي للتكامل كنترول فوليوم رو في دي في اللي هي هذا الجزء، هذا دائما is equal to zero في خلال المعادلات اللي احنا راح نمشي عليها. ليش؟ لانه ما بيكون في تغير في المومنتم او الريت تشينج، يعني التغير في الريتم او في الريت للمومنتم اللي بيحدث في الكنترول فوليوم
is equal to zero، ماذا ايش بيساوي؟ صفر. ولذلك عرفت الكنترول فوليوم في بداية الشرح. الأسئلة اللي عادة بتيجي مثلا جت اند فين، ايش هو الجت وايش هو الفين؟ خلينا ناخذ هاي القطعة اللي موجودة معنا، هاي بنسميها احنا القطعة فين. وعلى سبيل المثال اذا جبنا احنا انبوب كان بيطلع منه سائل مي اي اشي، فالسائل اللي هون هذا راح نسميه جت، يعني هو السائل اللي بخرج من نفس الخرطوم اللي بيكون متجه نحو القطعة هاي اللي اسمها فين. هاي الفين this thin plates، يعني قطعة أو بليتس رقيقة. that may be used to change direction، أكيد بتعمل change direction، يعني إذا طلعنا هون بكون ماشي بهذا الشكل وراح تصير بهذا الشكل، يعني هاي الفيلوسيتي للدخول أو مومنتم زخم الدخول MV1 أو MVN، بينما بالخروج راح يكون MV out. الخروج راح يخرج بزاوية معينة، راح احنا هاي الزاوية شو نعمل فيها؟ راح نحللها ل MV، هاي الزاوية مثلا 30، MV ساين الزاوية اللي بكون معطيني اياها، واللي هون راح يكون MV كوساين الزاوية اللي بكون معطيني اياها. طبعا الأسئلة اللي جت والفين اللي عادة بتيجي احنا بنرسم لها رسمتين دائما، رسمة بتكون للمومنتم دايجرام ورسمة بتكون للفورس دايجرام. المومنتم دايجرام ايش بحط عليها؟ الام في، الام في الفي، يعني هاي الرسمة باجي برسمها، باجي بحط هون داخل السائل من هون بحط M1V1، وطالع من هون بحط M2V2، وبروح بعديها بحلل القوة. لاحظ ال M1V1 كانت على محور X بس، بينما ال M2V2 الخروج كان على محور X وعلى محور Y. ورسمة ثانية برسمها للفورس دايجرام للقوة، يعني بده مثلا القوة اللازمة لتثبيت البين عشان ما يتحرك، فباجي أنا هون بحط ال FX وبحط ال FY. وإذا كان في بريشر كمان بحطه معها، ليش؟ لانه البريشر ايش يساوي؟ اف على ايه، وبالتالي من البريشر راح ينتج عندي قوة مقدارها بريشر في اريا. فدائما اذا كان مش مفتوح للهواء يعني مغلق راح ينتج عندنا مثلا هون B1A1، هذا بحالة كان مغلق، ومن هون راح يجي مثلا عندنا B2A2 بحالة كان ايضا مغلق من الطرفين، بحالة مغلق من طرف ومفتوح من طرف اخر مثلا من هون مفتوح ما هون وخلص ما بيكون في بريشر، بيكون فقط البريشر بحالة السكشن اللي بيكون مغلق. باختصار شديد احنا بنرسم سكشنين، السكشن الاول بيكون للمومنتم دياجرام بنرسم عليه وبنحدد الام 1 في 1 وبنحلل القوة عليه، والسكشن الثاني بنرسم عليه القوة اللي بتكون متواجدة، وربما مثلا يكون في قوة وزن اذا كنا احنا بنتحدث على محور الذل. كل الأمور هاي راح تكون بسيطة جدا مع الأمثلة اللي راح نشوفها، الموضوع جدا بسيط وإن شاء الله هسه بوضحه. أيضا قد ممكن يصادفنا مش الجت والبين، ممكن يصادفنا النزل، النزل اللي هو بيكون شكله بهذا الشكل، من هون بيكون مغلق هو، فبتدخل من خلاله السائل وبخرج من هذا الاتجاه، وبالتالي من هون المنطقة هاي بيكون مفتوح للهواء، وبالتالي ما في بريشر بأثر عليه، لكن المنطقة اللي هون راح يأثر عليه البريشر بهذا الاتجاه، بريشر 1 اريا 1. أما إذا طلعنا على رسمة المومنتم راح يجي عندنا هون M1 V1 وراح يطلع من هون M2 V2. طبعا الام دوت هاي اللي بتكون هيك مرسومة هي ايش تساوي؟ رو في كيو، يعني الكثافة في التدفق
والكيو اصلا تساوي في اي، يعني ممكن نيجي نحكي رو في اي. وممكن شكل اخير يجي نشوفه اللي هو الديفيوزر الناشر، بكون بهذا الشكل، يعني كوع بيكون مثلا على شكل 90، على شكل بهذا الشكل. ممكن يكون من هون يتطرق له كمان انابيب للخروج، وبهاي الحالة بكون في عنا هون B1 A1، وبكون من الدخول B2 A2. يعني لاحظ في النزل ما كان في عنا إلا من جهة واحدة البريشر، لكن من هون مش مفتوح للهواء، وبالتالي من الجهتين دائما تأثير البريشر بكون عمودي على السطح. يعني إذا جينا هون إحنا نيجي نحكي البريشر بكون بهذا الشكل، بكون مصيبة، لأنه دائما البريشر بكون بأثر على اتجاه السطح لهذا بهذا الشكل. الآن مع الأمثلة، وبداية مع صفحة 65 ومثال سهل. إذا هذا السؤال سؤال مباشر من تلخيص صفحة 65. ال V1 معطيني إياها طبعا بهذا الاتجاه، بدخل في عنا سائل بدخل من هذا الاتجاه وبيطلع بهذا الشكل. هاي على فكرة الجت والفين اللي تحدثنا عنها في بداية الشرح. إذا في عنا V1 تدخل من هون مقدارها 19 متر في الثانية، V2 بتخرج من هون مقدارها 18 متر في الثانية، وفي عنا السبيسيفيك جرافيتي لهذا السائل هو 0.82، ومقدار كيو التدفق للسكشن كامل 0.12 متر تكعيب لكل سكند. طبعا زي ما حكينا انه احنا عادة بنرسم رسمتين، المومنتم دايجرام والفورس دايجرام. طبعا هو ايش بده؟ determine the components of the force if x and if y required to keep the vane shown in the figure stationary، عشان يظل ال vane ثابت. يعني لو بدنا احنا نيجي نرسم الرسمتين تكون بهذا الشكل تقريبا، مقطع جانبي على سبيل المثال كأنه بنطلع عليه من الجنب، والصورة الثانية ايش راح يكون موجود على هذا الجزء؟ ال اف اكس و اف واي. لاحظ انه هذا السكشن كامل مفتوح للهواء، اذا ما في اي تأثير للبريشر في الفورس دايجرام. اما بالمومنتم دايجرام راح يكون عندي الدخول، زخم الدخول M1 V1، والخروج راح يكون M2 V2. بس خليني ألاحظ شغلة، هسا ال M2 V2 الزاوية اللي هون معطيني إياها 60 درجة، اللي هي نفسها كمان الزاوية اللي هون 60 درجة. لو جينا هيك عملنا خطين، فهاي الزاوية مع هاي الزاوية بتقابلوا بالرأس 60 درجة، وبالتالي إذا أنا بدي أجي أحلل ال M2 V2 لا مركبتين، بدها تيجي تتحلل لهون ل M2 V2 كوساين 60، وعلى محور واي بدها تصير M2 V2 في ساين 60. تمام. الآن بدي أشوف بال X مومنتم شو بده يطلع معي. ال X مومنتم بال X دايركشن مجموع اف الاكس ايش بدها تساوي؟ بارشل على بارشل تي في تكامل الرو، خلينا هالمرة اكتبها، في تكامل رو في دي في زائد مجموع الام اوت في اوت على محور اكس ناقص مجموع الام ان في ان. وهاي اتفقنا انها ايش تساوي؟ صفر، ما في تغير في المومنتم بالنسبة للكنترول فوليوم. الآن بطلع مجموع اف الاكس بالنسبة لمحور اكس، اف اكس وين اتجاهها؟ لليسار، وبالتالي راح يكون سالب اف الاكس يساوي مجموع ام ان في ان. الام ان في ان على محور اكس وين موجودة؟ هيها بالنسبة للاوت، طبعا احنا بنتحدث اللي هي الجزء هذا اللي هون، لوين بتتحرك؟ للجزء اليسار. إذا
راح يكون عندي M2 V2 في كوساين 60، ولأنها بتتحرك لليسار إذا باتجاه X الناقص راح يكون عندي إيش؟ الفيلوسيتي هي اللي بتكون إشارتها السالب، هي كل المقدار بيطلع سالب، بس السالب أجا من وين؟ من اتجاه الفيلوسيتي اللي هي على الشمال، يعني محور سينات السالب، وبالتالي هي إشارة السالب. زا ناقص مجموع ام ان في ان، ما في غير الدخول بهذا الاتجاه موجب، اذا ام واحد في واحد هي الدخول. بقدر انه انا الام هي ثابتة للدخول والخروج نفس السائل قيمته رو كيو، فبقدر اطلعها عامل مشترك، فبحكي رو كيو تساوي سالب اف الاكس ومضروبة ضرب سالب في 2 بكوساين 60 ناقص ال في 1. الآن تعويض أرقام مباشر، بالنسبة للرو تساوي 1000 ضرب 0.82، 1000 ضرب 0.82، الكيو التدفق معطيني إياه 0.12، في في 2 اللي هي سالب 18 كوساين 60 ناقص في 1 اللي هي 19. هاي القيمة كلها ايش بتساوي؟ سالب اف الاكس. لو بدي ارجع بعد ما اوجد القيمة اشيل السالب، راح تطلع معي اف الاكس تساوي 2755.2 نيوتن. هاي بالنسبة للاكس. طب بالنسبة للواي مومنتم شو راح يختلف معي؟ بالنسبة للواي مومنتم مجموع اف الواي بدها تساوي بارشل على بارشل تي، اللي هي المعادلة تبعتنا. اف الواي لوين بتتحرك؟ للأعلى. اذا اف واي تساوي بالنسبة للام هي تساوي ام اوت في اوت ناقص ام ان في ان، بعد ما نشيل تكامل رو في دي في نحطها صفر. طيب الام بنطلعها عامل مشترك، فبصفي عندي في اوت ناقص في ان. بالنسبة للواي الفي اوت وينها؟ هيها الجزء اللي هون ام تو في تو ساين الستين، فبدي احكي ام ضرب في تو في ساين الستين، ولانه للاسفل بحط هون اشارة السالب ناقص الفي ان. في ان بالنسبة لمحور واي ما في في ان، الدخول فقط بالنسبة لمحور اكس، وبالتالي ناقص صفر. وبنطلع القيمة تعويض ارقام مباشر، هاي القيمة اللي هي رو في كيو سالب في تو عندي ساين 60 عندي، وبطلع قيمة اف الواي اللي هي بتطلع 1533.9 ايش نيوتن، اللي هي 1.5 كيلو نيوتن. وبالتالي لو بدنا نشوف تأثير الجت على الفين والفين على الجت، راح يكون تأثير الفين على الجت راح يكون بهذا الاتجاه سالب اف الاكس اي ناقص اف واي جي، اما تأثير الجت على الفين بده يكون في الاتجاه الموجب، الجت اللي هو هيو بده يكون يأثر بالاتجاه الموجب بالطرفين، بده يكون اف اكس اي زائد اف واي جي في حالة طلبهم، بس بعوض أرقامهم وبنتبه للإشارات. في حالة الفين على الجت بكون سالب سالب، والجت على الفين بكون موجب موجب. سؤال صفحة 66 هو سؤال على النزل، معطيني القطر اللي هون 10 سنتيمتر يعني 0.1 متر، وطبعا في
خروج للسائل، القطر تاع الخروج مقداره 2 سنتيمتر، 0.02. الفيلوسيتي تاعت الخروج 25 متر لكل ثانية. البي ون اللي هون في تأثير، ليش؟ لأنه من اليسار مغلق، لكن بي ون مش معطيني إياها. التي درجة الحرارة 15 درجة معطيني إياها علشان أروح أوجد منها رو وجاما من الجداول، رو 999، طبعا كيلوغرام لكل متر مكعب، وجاما تساوي 9800 نيوتن لكل متر مكعب. السؤال عند مطلوب في مطلوبين اللي هو بي 1 شو تساوي، والفورس ريكوايرد تو كيب ذس نزل ستيشنري. فورس ريكوايرد تو كيب ذس نزل ستيشنري، طبعا هو بروبلم 644. Water at 15 Celsius flows through a nozzle that contracts from a diameter of 10 cm to 2 cm. يعني هاي اللي احنا رسمناهم. The exit speed V2 25 والاتموسفيريك بريشر prevails at the exit of the jet. يعني هو محكي لي انه بالنسبة للاكزيت في عندنا اتموسفيريك بريشر يعني مفتوح للضغط الجوي، وبالتالي هو ايش يساوي؟ صفر. Calculate the pressure at section 1 and the force required to hold the nozzle stationary. Neglect لا الويت. بمثل هذا السؤال كيف انا ممكن اوجد البريشر؟ عن طريق برنولي، وبالتالي احنا حكينا انه ضروري جدا نكون نعرف عن على البرنولي وعلى الكونتينيوتي ايكويجن. بالبدايه افضل شيء اطبق الكونتينيوتي ايكويجن عشان اقدر اوجد الفيلوسيتي في سكشن 1 وانا سكشن 2. اذا الكيو ان تساوي كيو اوت، الكيو ان في في A تساوي V في A. ال V اللي هون ال N مش معروفة. ال area by D تربيع على 4 by ضرب 0.1 تربيع على 4 يساوي velocity الخروج اللي هي 25 ضرب ال area اللي عندها اللي هي by D تربيع على 4 by في 0.02 تربيع على 4. اكيد ال VN شو راح تكون؟ اقل من قيمة ال VOUT. ليش؟ لانه معروف انه كل ما القطر يصغر راح تصير السرعة تزيد، فهون احنا تحدثنا عن 25 متر في الثانية، راح تكون ال V1 اكيد اقل من هذا الرقم، وتحدثنا كمان عن قطر 0.02 من المتر، وراح عندنا 0.1 من المتر، فمن المعادلة هاي بيطلع ال VN يساوي 1 متر في الثانية. شوف الدروب المفاجئ يعني او الهبوط المفاجئ اللي كان بالسرعة قبل ما يصير عندنا يدخل لسكشن 2، او هو مش الدروب بالعكس هو الانكريز اللي صار في سكشن 2 بعد ما مر من مقطع 1. ليش؟ لانه الدياميتر صار فيه جدا قل من 10 سنتيمتر، من 10 سنتيمتر لاثنين سنتيمتر، بنحكي على 5 أضعاف تقريبا، ولذلك السرعة أكيد راح تقل. هاي عشان انت الواحد يعني طلع أرقام لازم تكون الأرقام منطقية. طيب إذا بين معنا ال V1 القيمة 1 متر لكل ثانية، وأنا بقدر من خلال سواء المقطع الواحد واحد أو مقطع 2 أوجد كيو، لأنها كيو إيش تساوي؟ في في أريا. فلو ضربت 1 متر ضرب باي في دي تربيع اللي هي 0.1 تربيع على 4 راح أكيد أكيد تساوي
نفس الرقم اللي هو 25 في باي دي تربيع الأربعة اللي هو 0.02 تربيع على أربعة، بتطلع مقدار الكيو 7.85 في 10^-3 متر تكعيب لكل سكند. هيك أنا أوجدت كمان الكيو. ليش أوجدتها؟ عشان لما أروح أطبق على المومنتم إكويجن يطلع معي الإم، أو أجي أحكي رو في كيو، تكون عندي كيو خلاص جاهز، ما أرجع أضرب في إيه، أضرب في في إيه، لأنه نفس الإشي. وإذا ما واحد ما بده يوجد الكيو برضه بصير، لأنه بدي أرجع أعوض محلها في في إيه. طيب ليش أنا أوجدت الفيلوسيتي عند مقطع واحد؟ يعني إيش راح أستفيد منه؟ أكيد راح أستفيد منه لما أجي أطبق معادلة برنولي لإيجاد البريشر. معادلة برنولي زي ما حكينا بتحكي إنه P1 اللي هي عند السكشن 1 على أساس هون سكشن 1 وهون سكشن 2، P1 على جاما زائد V1 تربيع على 2G زائد Z1 تساوي P2 على جاما زائد V2 تربيع على 2G زائد Z2. طيب البريشر عند 2 في عندنا بريشر؟ لا. ليش؟ لأنه مفتوح للهواء، وبالتالي هو إيش يساوي؟ صفر. عند سكشن 1 وسكشن 2، هل السكشن جاي هيك طلوع ومعطيني هو ارتفاع، او جاي نزول ومعطيني ارتفاع؟ السدن كم بكون؟ لا مش معطيني اشي، اذا هو جاي ستريت، وبالتالي نفس الليفل نفس المنسوب عند 1 وعند 2. اذا زد 1 وزد 2 لو نقلتهم بدها تصير صفر، اذا زد 1 وزد 2 ايش يساوي؟ ايضا صفر. اذا الشغله الوحيده اللي بتضل معي اللي معانا هون، فانا ايش بدي؟ بدي بي 1. لاحظ انه في المعادله هاي داخل في 1 تربيع، يعني انا قبل ما اوجد الفيلوسيتي ما راح اقدر اشتغل عليها، لانه في عندي اشي ناقص اللي هي الفيلوسيتي 1. ولذلك انا رحت على الكونتينيوتي ايكويجن، اوجدت الفيلوسيتي في 1 عند السكشن 1، وبعدين جيت على البرنولي عشان اكمل الحل واقدر اكمل. هيك افضل خطوات، امشي على الكونتينيوتي ايكويجن بوجد الفيلوسيتي الشغله الناقصه عندي، بعدين بروح على برنولي بوجد البريشر شغله ثانيه، وبعدين بروح اخر شيء على المومنتم دياجرام او على المومنتم ايكويجن. بدون هذول الشغلات انا ما بقدر اشتغل، لانه راح يكون عندي مجاهيل. طيب البي 1 على جاما يساوي في 2 تربيع على 2G ناقص في 1 تربيع على 2G. طب هم نفس المقام، فشو بعمل؟ بحط المقام هيك وبحكي على 2G وهي ناقص. انا ايش بدي؟ B1. B1 تساوي في 2 تربيع ناقص في 1 تربيع على 2G، وضربت في جاما هون او ضربت جاما هون، فبدها تصير ضرب جاما. طيب انا جاما شو بعرف انها ايش بتساوي؟ رو في جي. وانا هون عندي ايش؟ جاما على جي، جاما على جي يعني وتساوي رو. يعني انا بقدر احكي بدل جاما على جي احكي وتساوي نص رو في في 2 تربيع ناقص في 1 تربيع. واذا ما بده الواحد يعوض برضه بيصير، خلاص بنعوض محل جاما 9800 ومحل رو بعوض، او محل جي 9.81، بس هيك خلص اسهل. يعني بتصير نص ضرب 1000 او نص ضرب 999، لانه درجة الحرارة 15 مش 20. هاي برنولي خلص خلصنا منها، فبصير بي 1 يساوي نص في رو اللي هي 999. عرفنا ليش 999؟ لانه درجة الحرارة اللي معطيني اياها بالسؤال 15 درجة. من الجداول درجة الحرارة 15 بقابلها كثافة مي بتكون 999 ضرب في 2 تربيع اللي هي 25 تربيع موجودة بالسؤال ناقص في 1 تربيع اللي احنا طلعناها 1 تربيع، بيطلع معي البريشر يساوي 311688 باسكال، وهو المطلوب الأول. طيب أنا هسه بدي أروح للمطلوب الثاني. المطلوب الثاني لازم أجي أرسم المومنتم دياجرام والفورس دياجرام. حكينا هون في عندي ال M1 V1 وهون الخروج M2 V2. تمام. الفورس كيف جاي؟ هاي FX بدها تيجي بهذا الاتجاه، و FY بدها تيجي بهذا الاتجاه.
والبريشر هون يساوي صفر. اما بالنص عند سكشن 1 راح يكون هون في عندنا بريشر اللي هو قيمته الفورس اللي ناتجه منه B1A1. اذا هيك احنا اكتملت معنا الرسمتين. بقدر اجي احكي الاكس مومنتم اللي هي مجموع اف الاكس ايش بدها تساوي القانون تبعنا. القانون راح فمعناته بدها تصير عندنا اف الاكس لوين اتجاهها لليسار، اذا سالب اف الاكس. ودائما الان البريشر هون اول مره بيجي معنا بهذا السؤال، دائما البريشر بيجي على النص تبع ايش القوه، يعني اف الاكس باجي بحط معاه البريشر، كان البريشر لوين لليمين، اذا زائد قيمته B1A1 يساوي مجموع ام الاوت ناقص مجموع ام الان. وحكينا او خلينا نكتبها ام اوت في في اوت اللي هي V2 ناقص ام 1 V1 اللي هي الدخول. طيب الام بطلعها عامل مشترك لانه هي قيمتها ثابتة للطرفين، سالب اف الاكس زائد B1A1 تساوي ام في V2 ناقص V1، ما في اي زاوية بميلوا فيها، V2 اتجاهه لليمين اذا موجب، V1 اتجاهه برضو لليمين اذا موجب، بس هاي السالب اللي هي من القانون. وهاي ايش بتساوي الام رو في كيو في V2 ناقص V1، وبنقل هاي للطرف الثاني فبتصير ناقص B1 في A1. كل المعطيات اللي موجودة في هاي المعادلة معي، قيمة رو 999 ضرب الكيو اللي هي اوجدناها 7.85 في 10^-3 ضرب V2 اللي هي 25 ناقص V1 اللي هي 1 متر في الثانية ناقص B1 اللي انا طلعته 311 و688 في الاريا 1 اللي هي باي دي تربيع 4 باي في 0.1 تربيع على 4. تطلع قيمة اف الاكس تساوي 2259 تقريبا 0.78 نيوتن. طيب بالنسبة للواي مومنتم، بالنسبة لواي مومنتم اكيد اكيد صفر. ليش؟ لانه ما في اي قوة بتأثر على محور واي. ولو بدي اجي انا اكتب المعادلة سالب اف الواي او لا زائد اف الواي لانها هي الاعلى تساوي الام الام اوت في اوت ناقص ام في في ان على محور واي. القوى الـVN والـVOUT بتحركوا على محور X ومحور Y ما في، إذن هاي زيرو وهاي الفيلوسيتي كمان زيرو، إذن FY إيش يساوي؟ صفر. هذا بخصوص سؤال بروبلم 644. نيجي على الديفيوزر اللي هو بروبلم 648 نشوف فكرته. طيب هاي السؤال هو من الأسئلة المهمة إنها تنحل. دبل نزل discharge water at 10 درجات into the atmosphere at rate of، معطيني قيمة كيو، كيو at rate of 0.65، كيو تساوي 0.65 متر تكعيب لكل ثانية. If the nozzle is lying in a horizontal plane، هو horizontal plane. طب بتفرق لو حكى لي horizontal plane عن vertical plane؟ طبعا بتفرق. راح نشوف حالة هيك وحالة تكون vertical ونشوف شو الفرق اللي بينهم. What x components of force acting through the flange bolts is required to hold the nozzle in place؟ اذا بده قيمة الاكس، احنا بدنا نوجد الاكس والواي كمان. Note assume a rotational flow and assume water speed in each jet is to be same.
معطينا انه الووتر سبيد سيم، يعني الفي للاي يساوي في للبي بالجت بالخروج. الجت اي 8 سنتيمتر والجت بي 9 سنتيمتر والبايب كله 30 سنتيمتر. طيب الفكرة في هذا السؤال انه هو معطيني الكيو، قيمة الكيو، ومعطيني الفيلوسيتي عند ايه تساوي الفيلوسيتي عند بي. حكي لي انه هذا السكشن موجود انه هوريزونتال بلين، انا هوريزونتال بلين وايش الفرق لما يحكي لي هوريزونتال عن فيرتيكال. ملاحظة صغيرة قبل ما نبلش حل، الفرق ما بين الهوريزونتال والبلين، انو اسهل للحل الفيرتيكال. الفيرتيكال ليش؟ لانه بتكون على سبيل المثال معطيني الديفيوزر او الدبل نزل بيكون بهذا الشكل زي اللي قدامنا هسا احنا شايفينه هيك، لكن لما حكى لي هوريزونتال بلين واقعيا هو على الواقع مش بهذا الشكل، على الواقع هيك بيكون شكله. خلينا ناخذها على ماسورة عادية مثلا مش الديفيوزر، بيكون هيك بهذا الشكل، هاي الماسورة هيك نرسمها، يعني هاي الدائرة هاي هيك بتكون هيك. تمام، هسا هاد محور اكس. مش الان هذا محور اكس وهذا محور واي، بيكون في محور زد للاسفل، يعني مش عارف كيف بدي ارسمها تكون مبينة انه في محور زد للاسفل بهذا الشكل، يعني زي كأنه الواحد بيمسك القطعة، يعني لو مسكنا هيك هاي قطعة مثلا على سبيل المثال مكعب، هاي محور واي وهاي محور اكس. محور زد إله وين جاي؟ للأسفل. هاي محور واي وهاي محور اكس. محور زد لو بدي اجي ارسمه يعني كأنها الماسورة جاي بهذا الشكل مستعرضة هيك، داخلي من هون وطالعة من هون بالضبط، هذا محور زد وهي محور اكس وهي محور واي، بيكون هيك اكس وهيك واي، يعني محور واي بيكون مش نفسه محور زد، لا بيكون فايت لجوه هيك بهذا الشكل. اذا هون بهذا الشكل بالمعاني هون بالنسبة للمصور هاي اكس وهي واي وهي زد، يعني زد بالمحصل اذا كان فيرتيك الهورزنتال بلين بده يكون عبارة عن الوزن بالضبط زي هذا الشكل اللي انا رسمته اخر اشي، الرسمة هيك جاي، هذا يمثل محور اكس واللي جوه يمثل محور واي، وهذا الشكل هيك للاسفل يمثل محور زد. لكن بالسؤال هذا اللي معانا هو ما بده غير اكس، احنا راح نوجد اكس وواي، وبنهاية الشرح تاع تشابتر 6 راح نحل مثال كامل مع وجود زد دايركشن، ويكون معطيني معلومات هو عن الويت. هذاك السؤال هو الاصعب اللي ممكن يجي، لكن بخصوص هذا السؤال هو معطيني هورزنتال بلين وما بده معلومات عن الزد دايركشن بالمرة، لذلك احنا راح نحل اكس واي اللي اصلا واي ليش بقدر احلها؟ لانه معطيني معلومات عنها، زد ما في معلومات عنها اللي هي الويت تبع المي او الويت تبع السائل الموجود، ما في عنه اي معلومات. اما اذا حكى لي فيرتيكال بلين اسهل واسهل، خلص بكون زي كانه الشكل اللي قدامنا فيرتيكال، هيو فيرتيكال، بكون هاي اكس وهاي واي فيرتيكال واقف وقوف. لكن اذا حكى لي هوريزونتال بلين يعني كانه هذا الشكل هيك بدي الفه هيك ويكون في قوة زد للاسفل،
إذا حكى لي هوريزنتال. لذلك الفيرتيكال هو أكيد أسهل. بدي أبدأ حل، بدي أوجد الشغلات المجهولة. بنلاحظ إنه عندي سكشن واحد، في عندي البريشر واحد مش معلوم مجهولة، مع الفيلوسيتي كمان بشكل عام عند A وعند B مجهولات، A و B والنقطة C، وبالتالي أنا بقدر أوجدها عن طريق الكيو. الآن الكيو إيش يساوي؟ V في A، والكيو معروف الداخل بده يساوي كيو الخارج. الآن هو معطيني كيو، إذا كيو ال N هي تساوي 0.65، وهي أيضا تساوي كيو ال out، لكن كيو ال N تساوي 0.65 وتساوي ال V ل C في الاريا تاعتها اللي هي باي في 0.3 تربيع على 4. من هاي العلاقة بطلع الفيلوسيتي بتاعت السي اللي تساوي 9.2 متر لكل ثانية. ايضا قيمة الكيو اللي معطيني اياها هي اكيد راح تساوي، لانها بكل القناة، كيو ان تساوي كيو اوت، راح تساوي كيو اوت. اذا ايضا الكيو اللي معطيني اياها اللي هي تساوي 0.65 راح تساوي كيو اوت. كيو اوت اللي هي راح تساوي كيو اوت اللي هي في في الاريا. ولكن قبل ما اكتب الفي في الاريا، كيو الاوت هي تساوي كيو الناتجه من A زائد كيو من البي، تمام، وتساوي الكيو من ناتجه من A تساوي في في الاريا زائد الفي في الاريا. الفي لمين؟ لأ والفي لبي. الان هو الاريا اللي معاي معطيني اياها. الان هو بيحكي لي انه اعتبر، هيك حكى لي اعتبر. طبعا هو الدايمتر لأ 8 سنتيمتر والدايمتر لبي 9 سنتيمتر، راح تكون السرعة مختلفة. وين راح تكون اعلى؟ في سكشن A لانها الدايمتر تبعه اقل. لكن هو بحكي لي اعتبر انه A و B قطرهم، اي انه السرعة فيهم متساوية، اذا كأنه ال V متساوية، فبطلعها عامل مشترك ضرب ال area لمين؟ ل A زائد ال area ل B. وال area شو تساوي؟ باي على 4 في D تربيع، D دايمتر ال A تربيع زائد باي على 4 في دايمتر ال B تربيع، وكله مضروب في الفيلوسيتي. برجع بطلع ضرب باي على 4 عامل مشترك، بطلع الباي على 4 عامل مشترك من هذول الثنتين، فبصفي عندي دايمتر ال A تربيع زائد دايمتر ال B تربيع مضروب في باي على 4 في الفيلوسيتي اللي انا بدي اياها. كل هاي ايش تساوي؟ كيو اللي هي هاي اللي هي 0.65. الفيلوسيتي انا بس المجهولة معي، دايمتر ال A معي ودايمتر ال B معي، بطلع الفيلوسيتي تطلع تساوي 57.12 متر لكل ثانية، تمام. الآن أنا بدي أروح على برنولي علشان أوجد البريشر عند النقطة A. من النقطة هاي للنقطة 2 أو 3 مش راح تفرق، عند A أخذ بين C و A أو C و B مش راح تفرق، لأنه أصلا نفس الفيلوسيتي. خلينا ناخذ السي البي سي على جاما زائد في 2 تربيع على 2 جي، او في سي تربيع على 2 جي زائد زد السي، تساوي البريشر عند الاي، خليني احكي، على جاما زائد الفيلوسيتي للاي تربيع على 2 جي زائد زد اي. برضو من الامور اللي بتختلف بالحل بين الهوريزنتال بلين والفيرتيكال بلين، لما حكالي هوريزنتال بلين يعني السي والاي نفس الاشي، حكينا هيك كأن المصورة جاي، هاد نفس المنسوب تبع هاد، نفس المستوى، نفس المحور، الزد جاي هيك، الاكس هيك، زد جاي للاسفل، والواي جاي بهذا الشكل. وبالتالي الزد اللي هون المنسوب نفس المنسوب اللي هون،
لو كانت فيرتيكال باخذها زي ما هي وبكون معطيني المسافة من هون لهون. الآن زد A وزد C بروح مع بعض، أنا أخذت بين A و C. طبعا A و C نفس المنسوب، A و B نفس المنسوب، C و B نفس المنسوب، لأنه كله هوريزونتال بلين. البريشر عند ال A كمان يساوي صفر، بقدر أشيلها، فبضل بدي البريشر عند ال C يساوي نفس المعادلة اللي مرت معنا قبل، راح تكون ال VA تربيع ناقص ال VB تربيع أو ال VC تربيع. طبعا مضروبة في نص في رو. هاي المعادلة النهائية اللي بتطلع معي، من خلالها بقدر أوجد قيمة البريشر اللي موجود معي، بتطلع الفيلوستي عند A معي، الفيلوستي عند C معي، والرو قيمتها 1000، بتطلع 1.58 × 10^6 باسكال. الآن بقدر أروح أطبق على الإكس مومنتم والواي مومنتم. معادلة الإكس مومنتم بشكل سريع، الإف الإكس بدها تساوي، طبعا برسم رسمتين، خليني أحكي هاي رسمة أولى وهاي رسمة ثانية، تقريبيات طبعا الرسمات بكون لشكل اللي بكون معطيني إياه. هون ايش راح يكون عندي؟ ام في في لسي، وهون ام في في لاي، وهون ام في في لبي. ما عندي فيهم اي مشاكل، الثنتين بيطلعوا بدون زوايا، لكن المشكلة هون معطيني هاي الزاوية اللي هون هيك، هاي 30 درجة. طب انا بدي اي زاوية؟ انا بدي الزاوية هاي، يعني اذا كانت هاي 30 وهذا فايت هيك على سبيل المثال، خلينا هاي هيك، هاي الزاوية كلها 30 درجة. اذا هاي الزاوية من هون هيك هيك، انا بدي اي زاوية؟ بدي الزاوية اللي هاي اللي هون كم تساوي؟ راح تكون تساوي 60 درجة. إذا راح تكون تساوي 60 درجة، لأنه رسمة الكتاب أوضح، جاي مثل هيك زي هيك. الفيلوستي راح تكون بهذا الشكل، يفوت هاي الزاوية 30، أنا بدي الزاوية اللي بتكون مع المحور الأفقي، إذا هاي 60 درجة وهاي 30 درجة. أيضا راح يكون في عندي بريشر هون بي لسي في اريا في سي، برضو البريشر راح أحلله، راح يصير عندي مركبتين بي في اي كوساين 60 طبعا لسي، وراح يتحلل لهون بي في اي في كوساين في ساين 60 بالنسبة لسي، وراح يكون في عندي هون طبعا اف الاكس، وراح يكون في عندي هون اف الواي، وهاي نفس الاشي راح تتحلل لام في كوساين 60 ولام في ساين 60. الان بحل على حسب الاكس مومنتم اللي هو اصلا طالبها، الاف الاكس لليسار اذا سالب اف الاكس، البريشر بالنسبة للاكس مومنتم هيها القيمة اللي هون، لوين بتتحرك لليمين اذا زائد البي في اي في كوساين 60. ايش بدها تساوي؟ الاوت ناقص الان. الاوت بالنسبة لاكس مومنتم اللي هون اللي عند بي ما باخذها لانها بتتحرك على محور واي، باخذ بس الام في في ام في في لاي ناقص الدخول على محور اكس اللي هي هاي ام في لسي في كوساين 60. اذا كمان مرة سريعة،
الاف الاكس وين بتتحرك؟ على اليسار. اذا سالب اف الاكس ايش في معها؟ قوة على محور اكس. البريشر اللي هون تحللنا الاكس وواي، الواي انا ما بهمني ليش، لاني قاعد بحل على الاكس مومنتم، فراح تكون زائد لانها على اليمين، البي في اي في كوساين 60 نفس قيمتها، يساوي الخروج ناقص الدخول. الخروج في عندي مخرجين، الفي بي والفي اي، لكن الفي بي بيتحرك على واي، انا بدي اللي على اكس فقط، فراح يكون ام في في اي. هسه بنحكي على الاشارة، ناقص ام في 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 كوساين 60 اللي هو الدخول، اللي هي بس من عند سي حللناها الاكس وواي، بناخذ اللي على اكس. طيب سالب اف الاكس زائد البي في اي في كوساين 60 يساوي، بطلع الام عامل مشترك مضروبة في ضرب ال في اي على اليسار، اذا بحكي سالب في في اي، سالب في ال اي ليش؟ لانها على اليسار، ناقص ال في سي كوساين 60. كل القيم اللي معنا بالمعادلة موجود، فبقدر اطلع منها قيمة اف الاكس ايش تساوي. اما بالنسبة لاف الواي، طبعا اف الاكس تطلع قيمتها 75,220 او 75 كيلو نيوتن تقريبا. اما بالواي مومنتم، راح يكون عندي اف الواي للاعلى موجب، البي اي ساين 60 للاعلى، اذا زائد بي اي ساين 60 يساوي الخروج اللي هي الفي بي ام في بي ناقص الدخول اللي هو ام في في ساين 60 لسي. نفس الاشي اف واي زائد البي في اي ساين 60 يساوي الام عامل المشترك، الفي بي بتحرك للاعلى بخليها نفس قيمتها موجبة، ناقص الفي سي برضو للأعلى بخليها نفس قيمتها موجبة، بيطلع معنا قيمة اف الواي اللي هي تساوي 81 تقريبا كيلو نيوتن. طب لو زد دايركشن او زد مومنتم فيه موجود، لكن ما معنى معطيات عشان نطلع القيمة؟ راح نحل السؤال ان شاء الله في نهاية الشرح الشابتر كامل حول الزد مومنتم، وراح اكتفي في حلول هاي الامثله في هذا الجزء الاول من هذا الشابتر، وان شاء الله متابعه الجزء الثاني راح يكون متابعه الشابتر اللي هو من صفحه 68، واذا كان في امكانيه ان شاء الله راح احل سؤال اللي اجى على السكند الماضي، سؤال امتحان، نشوف كيف فكرته كانت سهله وما فيها اي شيء، وان شاء الله انه يكون الامور واضحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.